بجد والله. السلام عليكم. عليكم السلام. طب هذا ليش بيسميك ابو لهب؟ هذا اللي بيسميك ابو لهب. يسلم عليك يعني بالانجليزي. ثانك يو يا دونك. طب اسمع، سمعت السيسي بيهدد اثيوبيا؟ سيدك. تعرف ليه؟ سيدك. تعرف ليه؟ عشان تركيا سلحته طيارات مسيرة. سلحت مين؟ سلحت مصر. مين اللي سلحت مصر؟ تركيا. تركيا اللي سلحت مصر. تركيا زبالة يا حيوان انت والتركي بتاعك. مين؟ أردوغان خليفة المسلمين رضي الله عنه. الجزمة بتاعتي دي أطهر منه. ليه بتتكلم على المسلمين كده؟ والله العظيم يا ما تتكلم على السيسي. اول واحد مش مسلم ده ما يعرفش الاسلام. لا اساسا والله العظيم. اتق الله يا اخي. والله ما يعرف الاسلام. طب السيسي بيعرف؟ السيسي مسلم. مسلم؟ أوه. طب ليش اخذ الحكم بالقوه؟ ما اخذوش بالقوه. لعد الانقلاب على مرسي. لا. شنو لا لا لا؟ ورب الكعبه من بالقوه. ولك لا تحلف. ورب الكعبه. لا تحلف. رب الكعبه انقلاب من الدوله نفسها. اي دوله؟ يعني صار انقلاب. لا الدولة. لا 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 بس صار. لا اسمع صار انقلاب ولا لا صار انقلاب؟ شعب يا حيوان. طيب يا حيوان صار انقلاب ولا لا؟ يا نهار اسود عليك وعلى اللي جابوك. ربنا وعدنا بناس حمير يا رب. طب اسمع يا رب خد الحمير. هو صار انقلاب ولا لا يا حيوان؟ طب بمصر صار انقلاب ولا لا؟ لا ما صار انقلاب. لا ولا عمره صار انقلاب. يعني مرسي اللي اختاره الشعب يا ربي، وهو الشعب اللي قلب عليه. من الشعب؟ الشعب نفسه، الشعب المصري. ما انقلب عليه الشعب يا ابني. الشعب المصري ده طلع الناس يا جدع، كانوا بيمسكوا الناس في الناس المسلمين، خدت بالك؟ يموتوها ويقول لهم الشرع بتاعنا كده. اكيد بتاعنا. والله العظيم ده بهدل الناس. طب انت صادق صادق ولا كذاب؟ صادق الحمد لله رب العالمين. اكيد رب يعني العالمين. السيسي شريف. السيسي اشرف منك يا حيوان. ليه؟ واشرف من الاخوان كلها والله العظيم. انت بيسموك قاهر الاخوانجيه. قهر الظلم. انت مش الاخوانجيه. اولا في ناس من الاخوان ناس محترمه. ها؟ في ناس من الاخوان ناس محترمه. انت بتخاف؟ لا انا ما بخافش. تخاف من الاخوان اللي يمسكوك يوم من الايام يعني؟ سم الاخوان كبيرا وصغيرا. ليه؟ انا بقول لك في ناس فيهم محترمين. محترمين. مش بتوع شغب ولا بتوع قله ادب. انما الناس اللي بتكره بالناس، بتكره بالمواطنين، قله ادبها. مثل جماعه السيسي. مين قاهرهم بقى؟ من السيسي؟ الرئيس. القوه. بس هذا مو رئيس شرعي. لا رئيس شرعي. لا ما اخذ الحكم بشرع. اخذه بالقوه. لا عمره ما اخذ حاجه. ما اخذ بالقوه. عمر الرئيس اكيد ما اخذ حاجه بالقوه. ولا عمره هياخد حاجه بالقوه. دي تحطها في دماغك. طب سد النهضه هيضربوا ولا ما هيضربوا؟ والله بص، اذا قالوا ولا الضالين امين. احنا هنقول امين بقى وراهم. نقول لهم خدوا على قفاكم. يعني انتوا خرفان. احنا خرفان. وهو الراعي. لا احنا جمال. جمال. جمال صباره. بس انت واحد حمار، ايه اللي هيفهمك؟ ايه اللي هيفهمك؟ فهمني ايه؟ هو الحمار بيفهم؟ زي السيسي بتاعك؟ لا السيسي سيدك. السيسي سيدي؟ سيدك. لا مستحيل والله العظيم سيدك انت. طب اسمع، شنو رايك بمحاوله ال جزمة طفل صغير. طب شنو رايك بمحاوله الانقلاب اللي صارت بالاردن والسعوديه والامارات لهم يد في هذا الموضوع؟ لا عمر السعوديه محترمه. محترمه عمرها محترمه غصب عنك. خادم الحرمين ربنا يطول. خادم الحرمين ومحمد بن سلمان ربنا يطول في عمره. انت عاوز تقبض؟ انا اقبض من مين؟ من السعوديه والامارات. السعوديه جميله على كل الناس. مثل شنو يعني؟ مصر جميله على مثل شنو؟ خشخشي اللي ضربوه خاين بالمنشار. خاين زيك واحد. خاين وطن. انا ما كنت وطني. لا خاين وطن. انت خاين طبعا، انت زبال. طب انت بمصر كنت كنت رجاله. رحت الكويت صرت زباله. لا انا ما رحتش الكويت. ما رحتش الكويت. شرفني ان انا اروح الكويت بلد رجال. طب انت طب اسمع لا اقول لك، انت تعرف ليش السعوديه راضيه عن تركيا بالوقت الحاضر؟ مين اللي راضي عن تركيا؟ تركيا باعت صواريخ، باعت طيارات مسيره للسعوديه عشان يضربوا الحوثيين. كذاب. ليه؟ اقول لك حاجه بسيطه. قول لي حاجه بسيطه. صلى الله عليه وسلم. محمد بن سلمان ربنا يطول في عمره ويكثر. ابو المنشار قصدك؟ ابو المنشار الكشر اللي ذات سيدك ابو منشار. لا مو سيدي. سيدك غصب عنك. سيدك انت مو سيدي انا. لا مش سيدي انا، ماليش سيد. انا سيد اسمه محمد. انا الخونه والجواسيس مو سيدي. سيد اسمه محمد
من الخوي مين تبالك، واتمنى ويكون لي الشرف ان حد يكلمني عن السعودية عشان اقول له ان السعودية الصغير فيها تاج على راسك غصب عنك. لا ما في شيء غصب، والله العظيم غصب. احنا مولودين حرين، حرين، عارف يعني شنو؟ احنا مو عبيد، مو خرفان مثلكم، انت عبد، مو خروف نفسك، انت زبال زبال. بلاد الحرمين تحترم، بس عشان ربنا وعدنا بواحد شرموت زيك خدت بالك، لازم اديك حقك. لا مكارم الاخلاق بتاعتك. ايوه انا بقى كرم اخلاقي الواحد يعيب في الحرمين وخادم الحرمين وولي عهده امسح بكرامته الارض. ابو المنشار سيدك، ابو المنشار. ابو منشار مين يا حيوان؟ ما جاب المنشار. ابو منشار مين؟ هو ابو منشار صح. ابو منشار مين يا حيوان؟ ابو منشار مين؟ ايه ابو بدر، ابو بدر خشقشي مو قتلوه؟ مين اللي قتلوه؟ السعودية. ناس لا لا لا، ناس خونة زيك قتلوه. بس منو قتلوه؟ الاتراك. الاتراك هو مات فين؟ بالسفارة السعودية بتركيا. ايوه الله يكبر. بالراحه كده، خليك بالعقل كده. ماشي. نفسي اما تتكلم تتكلم باحترام وتفهم، بس ده انا بقول لك ازاي حمار هيفهم؟ مثل السيسي بتاعك انت حمار، ممكن السيسي يزمده برقبتك يا حيوان ورقبة اللي زيك. طب اسمع اسمع، اقول لك شيء انت تقول الاتراك قتلوه خشقشي. أيوة. بس السعوديه اعترفت ان هم اللي قتلوه. لا لا لا، وريني الاعتراف بتاع السعوديه. اجيب لك اياه؟ تريده؟ وريهولي. صحيح، وريهولي. تعال تعال ابو بدر. شو اسمه، عنده معلومه جديده. يقول الاتراك قتلوا خشقشي. تصدق هالكلام هذا؟ مريض الولد، مبين عليه مريض. انت مريض كمال، ربنا يجمع الاثنين. انت مريض. تعال تعال اقعد اقعد يا امي. العالم كله اتكلم، العالم كله اتكلم، كلهم غلط، انت صح. ما يصير يعني تركيا هي اللي قتلته. ورينه حاجه تثبت ان السعوديه لا. لا جمال، انا اكسر اكسر لازم اقول لك وريني، لازم اجيب لك دليل. انا احنا نمشي على الصراحه. ايوه هات لي دليل عشان تتكلم. طب قول احا. مين؟ انا بقول احا اللي زيك كتير. طب قول احا زيك كتير. يعني السعوديه ما قتلت خشقشي يا ابن الناس؟ يا ابن الناس، السعوديه واحده واحده، ربنا عارفه بالعقل، ربنا عارفه بالعقل، مش بالجنان ولا بالكلام، صح؟ ما هذا محمد بن سلمان معترف انه اللي احنا قتلناه. انت كذاب. ما هو والله حرام عليك يا جماعه. اسمعوا اسمعوا، محمد بن سلمان قال كده؟ ولي العهد قال كده؟ خلص. زين، انت اليوم معزوم. أسمعه. انت اليوم معزوم على عشاء بالسفاره السعوديه باسطنبول. خلي عندهم منشار جديد يريد يستعملوه يدربوا عليه. طب شنو رايك بالسيسي؟ السيسي اشترى طيارات مسيره من تركيا عشان يضرب السد النهضه. انت اشتري من تركيا؟ ايه. بس هذا الشخص ما يصدق. جمال كله اشتري دليل. ايوه هات لي دليل. هات لي دليل. يبغاك تروح المطار وتفتح تذكره من مطار هيترو وتروح على تركيا وتجيب له الدليل وتجي له الى الحديقه وتوريه وتيجي يا اخي احا. طب شنو رايك بالانقلاب اللي صار بالاردن وفشل؟ الامير حمزه؟ لا مش انقلاب، بيكون الولد ذاته عليه. اصلا الامير حمزه لا يملك قوه داخل الاردن، البلد مسيرها الاستخبارات. السفاره الامريكيه مستعمره، هي مستعمره امريكيه. الاردن مملكه. ربنا يحمي عبد الله ابن حسين واولاده وعاش الملك ومات الملك. ترى اقول لك عبد الله ما يدفع ما طبل من اليوم واللي بكره ما يدفع. انا حد يا ابني، انا بقول الحقيقه. ما انت اكبر من طبلتي. انا بقول الحقيقه، ده راجل من عيله الهاشميه. عندك دليل؟ عندك دليل؟ ايوه. عندك دليل على الكلام؟ هاشمي. عندك دليل؟ هاشمي يا حيوان. لا مو هاشمي. جمال حرام عليك، ابو اكبر سكير. ابو مين؟ ابو عبد الله هذا. روح يا عم، الله يخليك، الله يرحمه. هو هذا ما ايام جمال عبد الناصر كورو ما حدنا موتى. اسمع بقول لك، ايام حرب 67 راح لاسرائيل، قال لهم يريد يهجموا عليكم العرب. صحيح يا جمال، مثل السادات اللي باع سينا
وباع السلام لاسرائيل. السادات اللي بعت لنا وباع السلام كمان. ما السادات معرس كمان. اسكت يا حيوان. وحسن مبارك معرس. اسكت يا كلب. واقول لك مين المعرس كمان؟ هذا جمال عبد الناصر معرس. اسكت يا حيوان. جمال عبد الناصر والسادات وحسن مبارك زوجاتهم رقصات. رقاصة. سيادك يا كلب. لا مو سيادي. سيادك. هذول خونة وجواسيس. سيادك يا كلب. طب انت ليه كده يا جمال؟ انا عشان بقول الحقيقه. حقيقه ببقى واحد. طب ليه بتسب كده؟ بسب عشان قدامي حمار لازم اسيبه. طب مين الحمار؟ السيسي الحمار؟ لا السيسي حمار يا جمال. بطل. جمال شفت بطل ولا بصل؟ شفت العراقي بصل. قلت انت بصل. شفت العراقي هذا يسمونه الطفشان من درع عطشان. ما شفتش؟ والله فعلا اللي صار له صحيح ولا طب شنو رايك بالجماعه اللي هنا الموجودين اليوم؟ اول يوم انفتح ركن المتحدثين. والله فيهم شباب من اجنين وكل كمير زي حضرتك. زي سيسي بتاعك. لا سيسي حيوان. سيسي بطل. بطل؟ بطل الامه العربيه. لا ولا امه عربيه ولا امه الغربيه. ولا امه الهنديه. ولا الهنديه. اسكت يا حيوان. طب انت ليش يعني ليش انت ليش بتحب السيسي؟ اريد اعرف انا. رئيس دولتي. دولتك. عامي بلدي. ده معرس. مصر يا حيوان ربنا حارسها سبحانه وتعالى. كذاب. اه والله العظيم. انت كذاب. انا كذاب. عندك دليل على الكلام؟ القرآن. شنو قال القرآن؟ اقول لك حاجه. صلوا على الرسول. اهبطوا الى مصر. شنو؟ أيوه. اهبطوا الى مصر. أيوه. يعني من العالي للواطي. من العطي اهبطوا اهبطوا هبوط اهبطوا. بس انت مو قلت ها هذا القران اهو هتكلم القران. انت بتعرف بالقران؟ انت بتعرف بالقران؟ طب السيسي بيعرف بالقران؟ طبعا. ما السيسي واحد كافر. انت اللي كافر يا كلب. قتل مسلمين ولا ما قتل مسلمين؟ بس انت هسه كفرت الاخوان المسلمين. انت قلت على اردوغان مو مسلم. اردوغان ده كلب زيك. لا عميل صهاينه. اردوغان خليفه المسلمين. خليفه اهو. خليفه بحس صار اصحاب هو السيسي. ايه هو والسيسي صار اصحاب. كذاب انت وهو. ما قريتش القرايه يا جماعه؟ لا وراني. ها؟ طب شارع الهرم، شارع الهرم عندكم سكروه بمصر ولا لا؟ إيه؟ ولا مفتوح شارع الهرم؟ شارع الهرم؟ اه صغير فيه يوقف دوله. يوقف دوله. شارع الهرم يوقف دوله. شارع السياده. واسياد العالم. تتريريو. تو تو. اتفضل يا عم.